يا هلا والله بالجميع، معكم معاكم الوزير. هلا عليك، هاي فايف. طبعا يا جماعة هذه الشطحة ما ادري هل راح تتكرر ولا لا، ولكن جود اللي ما يعرف جود بنتي شافت فيلم، وشافته وين؟ في بيت عمتها. والفيلم في اي منصة؟ نتفليكس. اسمها فايفة يعني. طيب حقول لهم انا ايش ما اسمها فايفة، هو اسم الفيلم اوفر ذا مون. لا، بسكوت القمر. ايوه، البنت اللي في الفيلم اسمها فايفي، صح؟ فايفي ولا فيفي؟ فايفي. فايفي ان شاء الله انه اسمها فايفي. فايفي، اوكي، اسم البنت فايفي. السالفه انه جود امتحنتني، يا بابا انا شفت فايفي، بابا ابغى بسكوت القمر اللي اكلته فايفي. فقلت ايش بسكوت القمر هذا؟ هو بسكوت القمر صح؟ القمر ولا القمر؟ بسكوت القمر. طيب هو عباره عن ايش؟ كذا مريح، كذا مريح من هذا برا السخن فيه. طيب اوكي، مريح مريح يسرسح. سوري يا حبيبي، سوري. شافته في الفيلم اكيد يومين وبتنسى، الله حتقعد ماسكه معاها الا تشوف بسكوت القمر. والله يومين ثلاثه اربع خمس اشغلتني بسكوت القمر بسكوت القمر، اضطريت اني اروح اشوف الاعلان تبع الفيلم لعلي اشوف ايش هو بسكوت القمر. مع اني اتصلت على اختي قلت لها ايش الفيلم، قالت زي المعمول كذا ويحشو فيه تمر. بس اختنا في الله تكره التمر، لو حشيته لها تمر بترميه في وجهي. تبغين نحشي تمر؟ الا تمر. انت حقك التمر وحقك شوكولاته. لا بحشي لك، ما في معمول شوكولاته. انا ابغى مسته، عشان انت مره تحب التمر، انا احب الشوكولاته. اوكي، فاللي بيصير انه بنسوي لها معمول ولكن بالشوكولاته، كيف بيجي انا ماني عارف. جبنا لها شويه قطع شوكولاته وجبنا لها المقادير صراحة حق المعمول. أم جود والله عرضت مساعدتها. نجمة. ها؟ نجمة. نجمة؟ أوكي. فأم جود والله عرضت مساعدتها لكن قلت لها خلي لك الغداء والفطور والعشاء، احنا سيبيننا الخرابيط دي نلغوص فيها براحتنا. فشفنا شروحات في اليوتيوب أنا وجود كيف يسووا المعمول. وبرضه أم جود عرضت مساعدتها ورفضت، قلت لها مالك شغل، خلينا نحوس كذا، خلي الفيديو ذا يطلع هبد في هبد. إن ظبط ظبط، ما ظبط تستاهل جود صح؟ حتاكل لي سواء طلع حلو ولا مو حلو، ما لي شغل. فالمقادير وبناء على احد الوصفات اللي قريتها في النت قالوا لنا جيبوا ايش؟ ايش هذا يا جوجو؟ دقيق. دقيق. كم؟ شوكليت. اربع اكواب دقيق وزبده، والله زبده 250 جرام مره ثقيله، ربع كيلو تقريبا. وفانيليا. انتبه انتبه انتبه. وهذا حليب ايش؟ هذا مكثف. مكثف. حليب مكذب. حليب مكذب. سكر؟ لا دقيق. دقيق سكر. وهذا ايش؟ موي. موي. فيفترض بناء على الوصفة اللي شفناها انا وجود انه بنسوي بسكوت القمر علشان جود تنبسط. وقف وقف، فعشان نسوي لها بسكوت القمر نفس اللي شافته مين؟ في فاي فاي؟ فاي 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 نتفليكس يعني. كان بامكانكم تسموها فيفي، ايش اللي فاي فاي؟ مو فيفي. فبنسوي لها بسكوت القمر وراح نبدا الان. يفترض انه الحين راح نخلط الدقيق مع الزبده او السمنه ونتركهم في الثلاجه لمده ساعه، وبعد ساعه نظبط باقي الوصفه. فنروح على الخلط ونرجع لكم. طيب كيف نجيبها بحيث تشوفونها؟ خلينا بعد الاغراض دي صراحه ما بنحتاجها الحين، بنحتاجها بعد الجوله الثانيه. ايش قاعد حاطه فوق راسك يا جوجو؟ دي صحن. طيب نجيب هذه كذا. الدقيق. اوكي يا سلام، عشان تبان. انا صراحه المفروض اني استخدم الخلاط الكهربائي، بس انا عارف لو استخدمناه بنجيب العيد وبنوسخ الدنيا. وام جود تهددتنا، انا قالت لو ايش لو اجي والبيت. طيب يلا حطي. سمل سمل. الله عليك. ايوه. طيب هذه ونحط الزبده. الزبده انا زبده ولا سمن؟ بس كلهم واحد عشان ايش تكوني شاركتي في وصفتك. حطي السمنه. الله عليك، خلاص يلا انت حطيتي. دوري دوري دوري. يلا بطل. الله عليك يا جوجو، حتسوي بسكوت القمر. انا مو عاجبتني زاويه الكاميرا من هنا يا جماعه، وبعدين بخليك تشاركي في عمليه ايش؟ عمليه التعجين. الحشو لما تعجيها. اوكي طيب. اوكي انا وجهي مش باين مره، بضطر انحني ونبدا نخلط. يا ويلي يا ربي يضبط. اوكي اوكي، لا لا في 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 ايش؟ في في بشائر. يفترض اننا نخلط يا جماعه الزبده مع الدقيق لين يصيروا كذا بشكل معين. ها قفاز. تبي قفاز ليه؟ عشان عايزه.
لا 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 ما يحتاج، بابا يعجن عنك بالنيابة عنك يا عمري. قولي لهم ايش قصتها وكيف راحت وين جات، على بال انا ما اخلص العجينة. يلا اسمع فايف، راحت قالت لامها كبت هذه بدوة عندها صداع وطاح هذاك، وراحت وجابت امها جديد وراحت جد جدتها وامها وزوج الولد دار الضرب طول الحين راحت في الفضاء. على مهلك عشان الناس تفهم، كمان لازم تتكلمي بشويش عشان الناس يفهموكي. راحت الفضاء فايفه. طيب وبسكوت الأمر هذا أخذته معها الفضاء ولا جابته من الفضاء ولا إيش سالفته؟ الريحة. ريحة الزمنة مع الدقيق. معي يا جماعة، حصل حدث خطأ تقني، وجوجو هنا انكتمت علينا من ريحة الزبدة، ريحة الزبدة زعجتها. نحطها في الثلاجة لمدة ساعة، فنشوفكم إن شاء الله بعد ما نخل بعد ما. برا هنا هذه بس دي تمر يعني نأخذها بناكلها بس. يا سلام. برا إني أنا أكلها بصوت عالي بس لازم أكل. طيب لا تأكل الشوكولاتة الحين عشان تحشيها. فقولي لهم شوفكم بعد ساعة. بشوفكم بعد ساعة. طبعاً ها. ممكن. لازم نعجن يلا. مستعجل الاخت على العجن. المهم يا جماعه جبنا القالب هذا لقيناه في البقاله اللي جنب البيت، ما لقينا الا ذا الشكل، عاد شو اسوي؟ وبناء على اللي شفناه في الفيلم انه هذا تقريبا هو الحجم، بنستخدم ذا القالب. اصبري اصبري اصبري، اول شيء انت حتحشي وتحطي هنا، ايش رايك؟ طيب حط السكر يا عيال، خلي جوجو تحط السكر. يبغى الملعقه. يا سلام عليك. اوكي هذا السكر حطيناه، حطي المويه. يا سلام عليك، الله عليك يا جوجو. يا سلام يا سلام يا سلام عليك، لعيبه لعيبه لعيبه. وبعدين شويه فانيليا. انا كنت بحط. معلش خلاص انت حتحطي الباقي المغرب. فبنبدا نعجن الحين. يا الله قاسيه، المفروض تكون قاسيه، نسيت الشرح. لا لا المفروض، ايوه ايوه صح، قالت لازم تكون متماسكه، بعدين على اساس لما تعجنوها تبدا تاخذ. ياهو يا ساتر، ايش سويت انا؟ معقوله ذي البروده طبيعيه؟ اوتش والله قاسي. حطيتها في الثلاجه، لازم نحطها في الفريزر. فريزر مره. الفريزر. اوكي طيب، لا لا بدا يمشي الحال، بس انها متماسكه بزياده الظاهر، يا اننا جبنا العيد يا انه اللي قاعد يصير طبيعي. واحد جديد دي دام دام دام. جوجو ها؟ يلا غني لي. ايش تعرفي اغنية فايفين؟ ايش هي؟ ليس تيس. ليس تيس. تعالي تعالي تعالي. اي كابتن. لا اسمعكم. اي كابتن. من يعشق البحر ويحبه الناس. بانز بانز وين بانز؟ لونه اصفر مربع وحساس. بانز بانز وين بانز؟ قلت تبحث عن مراحل بحار. بوب سويت بنز. انا جاي اغير الحال. سبونج بوب سويت بنز. سبونج بوب سكوير بنز. سبونج بوب سكوير بنز. سبونج بوب سكوير بنز. اها المفروض اني اعجن بيد واحده، ام جود جالسه تعطينا تعليمات من خلف الكاميرا تقول اعجن بيد واحده يا متخلف. يا رب اني قاعد اسويها صح، يعني في حال انها ما زبطت لا سمح الله ما طلعت حلوه سامحيني. المهم انك بتشوف الفيديو هذا بعدين لما تصير كبيرة وتقولي واو. كل اللي اعرف اطبخه صراحة اعرف اسوي اندومي، واعرف اسوي بيض مقلي وشاهي، بس هذا اللي اعرف اسويه صراحة. اقتربنا نوصل للنتيجة، الى الان الامور طيبة والنتيجة تبشر بخير، يعني ان شاء الله ان شاء الله انه النتيجة. صح؟ قاعد كتكت. ايوه ايوه نعجنها. والله ماني فاكر كيف كانت زي كذا ازيد. اوه لازم تتماسك صح، تصير كتلة واحدة. اقول له عشان انت بتوسخ يدك. عشان كذا لابس القفاز عشان ما اوسخ يدي. دي خلطة؟ والله يا جماعة العجينة تبشر بالخير. لازم تاخذ يدك. استني استني انا بعطيك فرصة تعجنيها، بس لما ايش؟ اخلص انا. انا والله ما اعرف اعجن بيد واحدة، امري لله، بعجن باليدين. ما شاء الله ما شاء الله والابداع، الله الله عليك. خلاص يا جوجو حبيبتي خلاص، كفي كفي. ايوه خلاص خلاص خلاص. ماما اعطتنا اشارة من خلف الكاميرا تقول الى هنا وكفاية. عجينة. مبسوطة؟ الله عليك اعطيهم يا جوجو، لا ترحم العجينه، اطلق غضبك عليها. اوكي والله ماني عارف احنا ايش قاعدين نسوي، بس يلا. والله من يوم اننا قاعدين نعجن باربع ايادي انا عارف انه المعمول ذا بيطلع الله بالخير. يلا حتسوي الحين يا عمري وكلنا حنسوي، بس ايش؟ ها
أتعرف. والله ماني عارف كيف كانوا يسووا زي كذا. يلا جوجو كذا حطي لي واحده، حطي لي واحده شوكولاته. لا سيبي هذه شويه، حطي لي واحده شوكولاته هنا. نعم اي جوا. يا سلام يا سلام. انا احط حقي. لا لا استني استني استني. طيب يلا سوي حقتي. اوكي نرجع نكورها من جديد. يا رب تزبط يا رب تزبط يا رب تزبط. اوكي شوف. اوكي صغيره اصغر من هذه بس مو مشكله، نحاول نظبطها. والله الشوكولاته طالعه من فوق، ما ادري المفروض انها ما تطلع. والله ترقيع يا جماعه ترقيع. جوجو والله جوجو حاولت، والله قاعد 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 ابذل قصارى جهدي. بدون شوكولاته هذه اصبري وحتسويها بشوكولاته. لاحظ سيبي العجله معمول بالشوكولاته ذي وين تنباع؟ هنا في بيتنا. يا رب ظبط يا رب يا رب. يس يس الاولى ظبطت. جيب القالب يا حبيبي، حط القالب. خلي هذا هنا، خلي القالب يكون. استني 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 استني، حنرجع حنرجع له يا جوجو. اوكي هذه الاولى، لا باس لا باس لا باس، حنرجع. اصبر اصبر خليني اضبط اضبط عليك اضبط عليك. استني اساعدك فيها. لا ضبطي هذه ضبطي، خلي رجع شوكولاته. يلا اضغطي لي هذه، اضغطيها بيدك. ايوه ايوه يا سلام يا سلام. بس 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 خلينا نكمل هنا. الله عليك اعطيه لا ترحميه. يا سلام الله عليك، شوفي الابداع بابا. ها طالع حسوي للصغيره. اوكي يلا شوكليت. مش بطاله مش بطاله يا اخوان مش بطاله. يلا خلاص خلاص بس كفي جوجو. اصبر هذا باقي شوكليت. واو هذه حلوه، هذه عملتها جوجو. بسكوت لا لا ما تحطينه، حطيه مع صحن العجينه. فبنروح نحطها في الفرن ونشوف النتيجه النهائيه، ان شاء الله تطلع حلوه. وجوجو قال لك تبغى تساعدني. الله الله على المساعده، الله على الابداع. الله اللي اغلب الشروحات قالوا انه اغلب الشروحات قالوا انه لازم تخلي الفرن يكون مره ساخن. والله يبغى لي اغسل يدي مره سخن. تخلي الفرن مره ساخن على اساس اول ما تدخلها يكون في حراره ما تطول. واضح اني بتفلسف صح؟ انسوا الموضوع. المهم بعد شوي بنشوف النتيجه وان شاء الله يطلع بسكوت القمر ايش؟ لذيذ. لا والله اشوفه ما اخفيكم يعني مره حلو ذا بسكوت يعني القمر. يعني مش بطال مش بطال شكليا. حاولنا عاد. ما شاء الله تبارك الله ذي مره تبدانا فيها مره شكل فيها زيتات. والان يفترض ان نسوي اللمسه النهائيه مع انه والله معك. طيب اوكي بس انا اعلمك، تمسك السكر كذا وتسوي بسوي بسوي. الله عليك بطلة. نعم نعم نريدة حلوة والله. فبس والله كان معاكم الوجيه ومين؟ جود من قناة الوجيه، وسوينا لكم بسكوت القمر حق مين؟ حق جود. وايش اسم البنت؟ اسمها فاي فاي. ما اتوقع اني بسوي فيديوهات مره ثانيه كذا، لاني اقسم بالله تبهدلت بهدله وتعبت تعب، لكن لاجل عين تكرم مدينه. يلا قولي لهم باي باي.